في إطار مكافحة المضاربة غير مشروعة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقصبات من توقيف مركبة نفعية نوع فياض على متنها شخصين. بعد مراقبة الوثائق الإدارية وتفتيش المركبة تفتيشا أمنيا دقيقا، تم العثور على 435 دلو سعة 5 لتر من زيت المائدة دون حيازتهم على أي وثيقة تثبت مصدرها أو وجهتها. على إثرها تم حجز المركبة والسلعة وتوقيف شخصين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 21 سنة. بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوز، سيتم تقديم الأطراف فور الانتهاء من التحقيق بجنحة المضاربة الغير مشروعة، جنحة عدم الفوترة، جنحة ممارسة نشاط تجاري غير قابل دون التسجيل في السجل التجاري. ويبقى الرقم الأخضر 1055 والموقع الشكاوي المسبقة PPGN MDN في خدمة المواطن.